مبسوطه النهارده ان انا معايا النجمه الجميله واللي دايما منورانا ودايما طلتها منورانا شاشه البغدادية، النجمه الشابه دينا ابو سعود. دينا برحب بيكي ودايما منورانا. اهلا بيكي، ميرسي قوي، واهلا بكل مشاهدين قناه البغدادية، وكل سنه وانتم طيبين. هابي نيو يير يا رب، ويا رب سنه 2015 تبقى سنه سعيده عليكم، واللي مش حققتوه في 2014 رب تحققوه ان شاء الله في 2015 باذن الله. كل سنه وانتي طيبه بألف صحه وسلامه. معاكي النهارده في توزيع جوائز ساويرس للادب والفنون، يمكن كل سنه دينا بتبقى موجوده ودايما بتدعم الشباب. كلميني النهارده عن مشاركتك في الاحتفال. طبعا انا مبسوطه ان انا يعني مدعوه النهارده، يعني طبعا النهارده، انا السنه اللي فاتت برده كنت موجوده. طبعا انا بحب احنا كدورنا كفنانين احنا ندعم الشباب الجداد اللي طالعين. وزي ما تعرفي ان في ناس بقى بتحارب كتير الفن والثقافه، عايزين نقول لهم لا، احنا بنشجعهم ونحب نبقى ليهم بوزيتيف انرجي يعني، وربنا ان شاء الله يوفقهم يا رب. وجود لك للجميع. جيل يا دينا، محضره لنا ايه في الفتره الجايه وايه جديدك، وخصوصا احنا عارفين ان في نشاط فني لدينا في الفتره الجايه؟ ان شاء الله هو بيتش في اي بي المفروض هينزل الشهور الجايه، احنا عاملينه من 8 شهور مخلصينه او 9 شهور. بطولة رامي وحيد، رندا البحيري، رانيا الملاح، نهى اسماعيل، عمرو عبد العزيز، محمد عامر، اخراج استاذ اشرف عبد المعطي، تاليف عمرو فهمي. مسلسل حلو، سيت كوم لايت كوميدي، وفي في رومانس وفي قصص حب فيه، وفي كوميديا حلوه قوي، وان شاء الله يا رب يعجب الناس باذن الله. المفروض ان شط في اي بي يمكن اتاجل اكتر من مره واتقال ميعاد عرضه ولكن اتاجل، سبب التاجيلات ايه؟ لا دي حاجات انتاجيه انا ما اعرفش فيها يعني، اكيد ده الانتاج بقى اللي تسالي فيه، انا مش عارفه، بس يا رب ان شاء الله ينزل قريب ويعجب الناس ان شاء الله. حاسه ان هو هيقدمك بشكل انت راضي عنه، ولا كنت حاسه ان لا دينا ممكن تقدم شكل اكتر من كده في الفتره دي على الاقل؟ بصي انا مبسوطه ان انا عامله فيه شويه حاجات كوميديه، بقى لي فتره كنت بعمل ادوار شر كتير قوي في تاجر السعاده، طبعا بطوله النجم العبقري الله يرحمه استاذ خالد صالح، في شهد اثبات مع النجمه طبعا جومانا مراد، عملت الخفافيش مع استاذه سميحه ايوب، كان كله شر جدا. انا اول ما طلعت كنت الرومانسيه الهادفه الحالمه قصدي الطيبه، فغيرت ده شويه، فحبيت ارجع ان انا برده رومانسيه يعني، مش يعني انا مبسوطه ان انا غيرت شويه الشر، فانا وفي حاجه كوميدي كده يا رب تعجب الناس ان شاء الله. السينما بقى، يمكن السينما شويه مفتقدينك فيها، عايزين نعرف اخبارك ايه في السينما، ويمكن عارفه ان كان في كذا عرض سينمائي اتعرض عليكي ولكن انت اجلت الفكره لان حاسه ان الدور مش مناسب. فعلا كان في كام حاجه كده، بس ما حسيتش ان انا يعني، انا يعني ما بحبش اقرا حاجه واحس، حتى لو مثلا دور كبير انا مش حاساه، ما بحبش اعمله. من ساعه ما انا بدات امثل ما مش في فكره الانتشار قوي قد ما فكره ان انا اعمل حاجه مش عايزه ازعل عليها او اندم عليها بعد كده. نفسي طبعا اخش السينما، لسه ما لسه يعني كل عمليه تلفزيونيه، فيا رب ان شاء الله العرض لو يبقى في عرض كويس ان شاء الله اعمله اكيد، بس يبقى حاجه انا حاساها وبحبها يعني.